مش كل شاعر يكتب للنشيد صح ولا صحيح. لا ايش الفرق بين انك تكتب للنشيد ولا تكتب كقصيدة عادية؟ طبعا بخصوص موضوع النشيد يعني هو تقريبا على ثلاث انواع خلنا نقول الشعر على ثلاث انواع. النوع الاول يعني يكتب الشخص يعني لحاجة في نفسه بدون مثلا اي دافع اعلامي او لينتشر له، هو يكتب الشعر لاجل انه يريد يكتب الشعر اما من معاناة او فراغ اي نعم يعني لاي غرض مثلا كان في نفسه. ممتاز. هذا الاول، هذا يعني في الغالب تتجلى فيه الصنعة الشعرية. اوه جميل. اي نعم، بحيث انه ما يكون مثلا مهيئ لجمهور معين، لا يكون مهيئ لجمهور يستقبل اللغة الشعرية العالية مثلا. طبعا على حسب الشاعر، وكل شاعر له مقاييسه ومنطلقاته. جميل. الشعر الثاني هو مثلا شعر يتكلم عن موضوع معين، يعني مثلا يأتي فلان من الناس يقول والله أنا أبغى قصيدة في الموضوع الفلاني، فيكتب الشاعر على هذا الموضوع باعتبار أن هذا الموضوع مثلا مشترك، يعني مثلا عن الأم، عن الرسول، عن الأخلاق، يعني هذه كلها مواضيع مشتركة، الكرم، الشجاعة، يعني أيا كان الموضوع بحيث يكتب فيه فيشترك هو والمريد. النوع الثالث وهذا في الغالب يعني يستعمله المنشدين الكبار، أنه يتواصل مع الشاعر مثلا يقول والله أحتاج مثلا أبيات على هذا الوزن وبهذا العدد وفي هذا الموضوع، وكل ما ضاقت الحلقة كل ما صعب على الشاعر أن يخرج الفكرة في هذا القالب، يعني نعتبرها مثل يعني كأس الماء. هذا النوع الثاني. هذا الثالث. الثالث. نعم. الثاني يعني يعطيك لحن. اي نعم هو يعطينا بالفعل على لحن بالفعل نعم. يعني هذه تحديدا وجدتها عند مثلا ابو علي المرشد ابو علي. اي المرشد ابو علي ان شاء الله حيكون معنا باذن الله ضيف في الايام الجايه ان شاء الله. المرشد ابو علي موسى العميره وكذلك الاستاذ مشاري العراده. جميل. كذلك كان في ابيات شعر. اعطيني الاسماء اللي كتبت لها من المرشدين. والله طيب انا بكمل الثلاث انواع. ايوه بكلم اكمل الثلاث انواع ثم النوع الاول هذا تقريبا يكون اكثر راحه للشاعر. لانه يعتمد على ان الشاعر يكتب بدون اي قيود على مشاعر. اي نعم على مشاعر. النوع الثاني نوعا ما، الثالث هو الاصعب.